عم بشوفك كتير قوي من بعد فترة كنت متوجس كنت على فكرة برج الدلو كان في عندك طاقة سلبية قوية كان في عندك شي قوي يمكن سحر أو حسد أو شغلة ولكن عم بشوفك عم تستشفي منها على خير عم تطلع منها الشاكرات تبعولك نضاف في آخر الشهر أمورك تمام أكثر شيء الناس اللي عم يدرسوا عم بشوف في نتائج كتير حلوة في نجاح بامتحان يمكن كررت الامتحان أكثر من مرة ولكن شايفة نجاح شايفة احتفال بالنجاح مع الأصدقاء أو مع الأهل عم بتفرح أهلك بهذا الموضوع أو عم يفتخروا فيك وممكن تكون نفسك أنت صاحب العائلة يعني الأب أو الأم أنت نفسك الدلو انه اولادك رح يفرحوك بهذا الموضوع، موضوع الدراسه هذا الشهر فكمان بيطغى على الكروت والناس اللي عندهم دراسات عليا او عم يدرسوا في بلد ثاني لاني عم بشوف شوي من او بعض ناس برج الدلو اما انتقلوا على بلد ثاني او رح ينتقلوا عم بشوفهم عم ينتقلوا وعم بيحاولوا يكبوا كل الاشياء السلبيه وكل المشاكل بالبلد القديم او بالمسكن القديم ويحاولوا يغيروا يروحوا على جديد. عم بشوف برج الدلو الاشخاص وكانه عم بيغيروا جلدهم وكانه تعلموا بما فيه الكفايه من الحياه ومن الاشخاص اللي حواليهم عم بيغيروا جلدهم بي يعني الناس عم تطلع عليك عم تحكي لا مش هذا مش هذا هو انه كثير كثير رح تكون شخصيتك متغيره عندك حكمه كبيره بتحط حدود للعالم من بعد ظلم كبير اكلته انت فعلا انظلمت كثير فعم بشوف بعده زي ما قلنا في انتصار من بعد هاي المشكله شايفيتك عم بتفكر بشكل ابداعي او انك تطلق فكره بشوفك فيها اما شغله ابداعيه او شغله بتساعد فيها الناس فيها مساعده للناس مش انه بدون مقابل لا بمقابل ولكن بشوف فيها مساعده بتقدم مساعده للناس ممكن تكون هيلر ممكن تكون بجمعية خيرية عم تشتغل أو عم بتحاول تعمل هذا الموضوع يعني عم بشوف خير من عندك بطلع للناس وعم تتصدق بهاي الفترة كتير عم بشوفك كتير كريم انت بالأساس كريم بس هذا الشهر أكتر عم بتكون كتير محتاط في شخص حواليك امرأة أو رجل مش يعني مش شرط ولكن هذا الشخص برجه مائي على الأغلب هذا الشخص في مشاكل بينك وبينه مش شايلك من راسه رح يضل فترة يعني في في راسه أنت موجود ورح يحاول إنه يعني يعمل شوية مشاكل ولكن ما رح يطلع في إيده شيء أنا مش شايفة إنه بس اللي هي على الفاضي محاولات فاشلة بس انك شوي تكون محترس من هذا الموضوع عزيزي في في عرض رح يتقدم اما منك اما من الشريك شايفة في الكروت جاي فوق بعضها كتير حلوة انت والشريك شايفيتك في في قمة الحب وال من بعد مشكلة كبيرة يمكن هاي المشكلة نفسها يعني مشكله كانت مش صغيره مشكله كبيره مع الشريك صار فيها اللي هو كلام انت غلطت هو غلط انظلمت فيها ويمكن هو المظلوم كمان يعني القراءه ممكن تكون عكسيه لانه عامه ولكن عم بشوف من بعد هيك عم بشوف اصلاح للامور عم تتت يعني عم الامور ترجع زي ماضيها زي ما اول بلشت العلاقه شايفه للناس العزاب شوي متكبرين يمكن شوي مش حابين يرتبطوا باي حدا يعني عندهم مواصفات عاليه جدا لشخص المستقبل عندهم فرص ولكن عم بشوفهم ما, ما عم يلقطوا هاي الفرص او عم مش بتكبروا عليها عم بشوفوها انه مش مناسبه مع انهم ممكن يكونوا غلطانين في هذا الموضوع فبقولكم لا اعطوا فرصه في شخص ممكن انه يظهر في حياتكم هذا الشخص ممكن يكون برجه اما ترابي اما هوائي يعني رح يكون منيح رح يكون كويس ممكن يقدم الحب اللي انتم محتاجينه انا عم بحكي للعزاب مش للناس اللي في بحياتهم شخص معين. عم بشوف فرصه حمل كبيره للناس اللي عم يستنوا حمل عم بشوف الحمل او هم اوردي حوامل فعم بشوف الموضوع عم بصير على خير مش مبين بنت او ولد مش عارفه يمكن بنت بس يعني هذا اغلب الاشياء بس شايفيتك حبيبي كثير عم تحتفل هذه الفتره عم تطلع من فتره قاتمه لفتره حلوه عم بشوف في تواصل روحاني عالي جدا بينك وبين الحبيب لو كنتوا على علاقه او لو كنتوا منفصلين عم بتفكروا في بعض بطريقه فظيعه التنين انا شايفه حب متبادل ولكن في اطراف اخرى عم تحشر حالها في الموضوع فعم بشوف سيطره هدول الاشخاص لسه موجوده لحد الان ولكن بالمستقبل القريب ممكن انه يعني تتخلصوا شوي شوي من هدول الاشخاص اهم شيء رجوع ممكن يكون في سبتمبر. بالنسبه للازواج آه شايفة في ناس عم بتفكر آه في اشخاص اخرى غير الزوج او غير الشريك في يعني في علاقة ثلاثية عم تكونوا داخلين فيها آه بس بحذركم من هذا الاشي انه هاي الفترة تكونوا شوي حريصين من هذا الموضوع لانه ممكن شوية اسرار تطلع آه لبرا آه من, من غير ما تقصدوا آه او آه غصب عنكم فديروا بالكم من هذا الموضوع خلينا نشوف اذا في تحذيرات لبرج الدلو هاي الشهر اذا شايفه انتصارات بالعمل يعني ممكن يكون اللي هو ترقيه لانه شايفه عندك مفتاحين ممكن يكون واحد منهم مفتاح بيت ممكن تمتلك بيت او تنتقل على بيت جديد والمفتاح الثاني ممكن يكون مفتاح مكتب اللي هو ترقية او منصب معين فكتير حلو بالنسبة للتحذير اجاكم حظكم انه في في يمكن نفس الاشخاص اللي قلتلكم عنهم في, في ما بين الاصدقاء في شخص متخفي في شخص عم بيدس سم معين او سموم معينه افكار عم بيحكيها عنك بطريقه غير مباشره وكانك بتعرف هذا الشخص او ما بتعرفه انا ما بعرف بس انه هذا الشخص ما عم يكن لك الخير وحاطك في راسه فدير بالك ممكن يكون باي وسط يعني مش بوسط معين هذا كان بشكل عام خلينا نسحب كرت إلك وكرت للشريك إذا كان في شريك للعقل الباطن على شو عم بتركزوا هاي الفترة أو شو عم بتفكروا بشكل عام العقل الباطن إذا لبرج الدلو إذا برج الدلو ورق كتير حلو عم بتغير حالك أهم شيء عم بتغير حالك لإنه برج الدلو كتير طيب يعني عم بيستغله في ناس عم بيستغلوا هذا الموضوع فلازم تغير حالك لازم تغير شوي من تصرفاتك تحط حدود وأنا شايفتك هذا الشهر ماشي بال يعني بالاتجاه الصحيح خلينا نقول إذا كرت إليك إيه كرت للشريك بالنسبة إليك إيه حط يعني ما عم تفوت دقيقة طول الوقت عم بتفكر بالحبيب ما رايح أبدا من فكرك قد ما سبب لك مشاكل قد ما ظلمك قد ما عمل فيك لسه عم بتشوفه مثل الوردة لسه عم بتشوفه يعني ما تغير بتفكيرك ممكن بتفكيرك الواعي تغير عم تطلق عليه أحكام وكذا لكن في عقلك الباطن أنت ما زلت بتحبه حبه كبير وأحلى كرتين آه، كمان الشريك الشريك آه، عم بيحاول انا شايفه في عنده طاقات سلبيه ممكن تكون من طرف ثالث عامل له طاقه سلبيه او آه، يعني من طرف آه، مو شرط طرف ثالث اللي هو خيانه لا يعني ممكن تكون اي طرف آه، لكن عم بشوفه شوي شوي عم بتحرر من هذا من هاي التراكمات اللي عنده آه شايفه عنده مشاكل عم بركز اكثر اشي على انه يخلص على هاي العوائق لحتى يمشي في العلاقه آه لقدام فهذا اكثر اشي عم بفكر فيه وعم براقب وبغار بطريقه فظيعه لكن ما عم يبين مبين عندي انه آه شوي شخص آه متكبر او آه عنيد آه غامض عم بخبي آه امور او بي بي بيتقصد يكون غامض لحد يغيظكم يمكن خلينا نشوف أوراكلز ايموشنز هاي هاي الفترة فترة عواطف بالنسبة لبرج الدلو رح يركز كتير على عواطفه وأساسا هي فترة رومانسية كتير حلوة بالنسبة إله سبتمبر شهر مناسب للعاطفة نفس اللي قلنا عليه قبل شوي سبحان الله إنه changing your mind يعني إنه أنت رح تغير تفكيرك أو الطريقة اللي بتغير اللي بتفكر فيها بالناس أو إنك تحط حدود زي ما قلنا هذا الكرت بأية هذا الموضوع هون بقولك لك step away from the world and seek بقول لك شوي ابعد عن الزحمه الحياه المدن العجقه اللي بحياتك حاول تبتعد تعمل خلوه لحالك تقعد شوي مع حالك يمكن تعمل مديتيشن يمكن تعمل اي اي سلوك روحاني اي ممارسات روحانيه لحالك تعطي حالك شويه خلينا نقول يعني راحه من التفكير بيقول لك خلي حدسك هو اللي يحركك ما كتير ترد على حوليك اللي حواليك او على الناس اللي حواليك رح يكون يعني راح يكون في لغط لانه قلنا قبل شوي في اشخاص حواليك ما عم يريدوا لك الخير فبيقول لك انتمي او اتبع احساسك وانت من الاشخاص اللي عندهم حاسه يعني قويه فهدول برج الدلو اه كمان بيقول لك اه نودلو اه هذا الكرت كرت قانوني بس بيقولك إنه انتبه من الأمور القانونية من المخالفات بشكل عام إنك تخالف وخاصة في العمل للناس اللي بيعملوا بيشتغلوا كون يعني ماشي على القانون مية بالمية ما تتركها للحظ هاي الفترة بقولك تان باك في موضوع انت عندك اياه موضوع خلينا نقول فيه غموض كتير مشروع خليه خليه يكون مشروع او علاقة حاسس فيها حالك مثل الضايع مشروع ممكن يكون بالعمل او كذا دخلت فيه لكن مثل يعني مثل اندمت او دخلت ومش عارف تطلع من هذا الموضوع فبيقول لك اقرب شيء انك تطلع منه بلا ما تمشي كل هاي المتاهة وتضيع أكثر وأكثر اطلع من هذا الموضوع أو يمكن إدمان معين ممكن إدمان ممكن تعلق ممكن شيء معين فبقول لك بلا ما تفوت بهاي المتاهة يعني اطلع منها هذا الشيء على فكرة جديد إن كان شخص أو حدث أو مشروع هذا شيء جديد ما عم يحكوا عن شيء قديم look forward بيقول لك صح في بطريقك كثير مثل معوقات او تشالنجز كثير بس بيقول لك لوك فورورد بس تطلع قدامك خطوه بخطوه ما تفكر ب يعني كثير لوقت بعيد كون متفائل وفكر بس باليوم وبكره وكون سعيد ما تحمل حالك اكثر او ما تكبر الامور اكثر ما هي خفف عن حالك شوي رفح عن حالك هون بحكي لك آه نفس الشيء بيقول امن بال بال جايدنس اللي جواتك آه كمان بحكي عن الحاسه السادسه والحدس انه في عندك حدس كبير استغل هذا الموضوع وممكن انك تنميه ممكن انك تنمي هذه الموهبه آه اكثر واكثر آه بيقول لك انه التزامك كمان آه في الامور والمشاريع آه رح تلاقي عليها نتيجة حلوة كتير كتير بالفترة الجاي فمات يعني هون نفس الشيء بيحكي لك your internal guidance آه ركز ما بعرف ليش طلعوا كل هدول الكروت على نفس الموضوع لبرج الدلو آه احنا بنعرف انه برج الدلو عنده حاسة سادسة يعني بس الكروت يعني كتير عم تحكي لك انه ارجع لهذا الموضوع نمي هاي الجفت اللي جواتك آه هذا الطائر اسمه كيوي عم بيقولنا او عم بيقول لك يا برج الدلو آه بيحكي لك اعمل مديتيشن عن عن طريق المشي اللي هو في في طريقه مديتيشن مش بس بالشمعه او انه نتنفس وكذا لا بتتنفس مع المشي وما بتفكر بشيء غير بالمشي علشان تصفي ذهنك من اي افكار ثانيه هو دائما هدف المديتيشن انه تعمل تركيز فوكس على يعني على, على على التنفس على البريزينج على إشي معين او بنادول او شيء يعني صوت معين بحيث انك تتخلص من كل الافكار ايجابيه او سلبيه لمده دقائق آه هذا الشي بيعمل كتير فرق معك ويزيد طاقتك الإيجابية فهو بينصحك بهذا النوع من المديتيشن اللي هو بالمشي داي كل, كل يوم لمدة أسبوع فحلو يعني اتبعوها اعملوها أسبوع وشوفوا ايش بيطلع معكم